حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل الرحيم على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام، على فاضل انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة، وانطلاقة شوطنا الخامس الخاص بثنايا الابكار المفتوح، حيث تنطلق هذه الأسماء وحيث تندفع هذه الشعارات باحثة عن الفوز وباحثة عن النماس الغالي في هذا المهرجان، الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي ولي العهد، حيث تنطلق هذه الشعارات من مسافة 6 كيلومترات في تنافس كبير، في حضور وتجمع عالمي كبير هناك، ليتابع انطلاقة الشوط، ليتابع صدارة الشوط، أتابع الانطلاق الأول، أتابع التحدي الأول، هجن الشحانية على المركز الأول على صدارة هذه الأسماء. مقدما لنا هوى جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري يتقدم على المركز الأول وينطلق بهذا الانطلاق وبهذا المستوى الكبير على صدارة هذا الشوط بهذه الاندفاعة الجميلة والكبيرة على المركز الأول، والفارق الكبير ما بينه وما بين بقية الأسماء. المركز الثاني يتابع القدوم والانطلاق، وصل هذا الشعار الكبير ليتقدم شعار حمد بن هيام بن سالم العامري مقدما لنا سمحة القادمة والواصلة على مستوى ثاني التحديات بهذا الحضور وبهذا الانطلاق من شعار راعي اليمشة الذي يعلن لنا الحضور ويعلن لنا الانطلاق الجميلة على المركز الثاني. الدور دور اللي على المركز الثالث، حيث وصلت في هذه اللحظات هجن المرقاب لتقدم لنا ذهب، من قدمت لنا هزامة بالشوط الثاني للثنايا الابكار يقدمون لنا ذهب وانطلاقة ذهب هناك، وانطلاقة خميس بن سعيد بن صالح الغوشري الزرعي من يتابع هذا الشعار وانطلاقاته على المركز الثالث. أتابع اللي على المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات الواصلة في هذه الأثناء القادمة على المركز الرابع، أشوف وتابع الأسماء القادمة والواصلة في هذه اللحظات انطلاقتي وحضوري. هنالك الشعارات القادمة اللي على المركز الرابع، هناك القدوم والوصول على ما يبدو لي إنها جهجلة، جهجلة القادمة الواصلة في هذه اللحظات. نعم تتقدم جهجلة بشعاري الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، يقدم لنا جهجلة حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري، يقدم لنا انطلاقة جهجلة وحضورها على المركز الرابع. المركز الخامس هجن سيح السلم القادمة برسالة في هذه اللحظات، أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي يتقدم الخطير وينطلق بانطلاقة رسالة على المركز الخامس. هذه الأسماء الخمس الأولى، يا من تتابع يا من تراقب هذا التحدي وهذا الانطلاق، هذا هو النداء الأول للمراكز الأولى المسموحة لا بالنداء والعودة إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة الشوط بهذه الانطلاقة بهذه الاندفاعة بهذا التحدي الكبير، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الشعار العنابي وانطلاقات الشعار العنابي وحضوره هناك مع لوحة وستارت 3 كيلومترات. انتصفت المسافة يا العنابي، انتصفت المسافة يا العنابي، والمركز الأول هوى بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر
جابر بن علي بن فاران يتقدم الشبل وينطلق بانطلاقة هوى هوى على صدارة هذه الأسماء. المركز الثاني هجن المرقاب القادمة، هجن المرقاب الحاضرة، وصلت بذهب ذهب هي القادمة. خميس بسعيد الغوشري يتقدم على المركز الثاني ويتحرك بتحركات ذهب. من قدم لنا هزامة في شوطنا الماضي للأبكار الثنايا يقدم لنا ذهب. المركز الثالث رسالة، رسالة هي القادمة، رسالة واضحة للمنافسين، يقدمها لنا الخطير ويقدمها لنا شعار هجن ساح السلم، هجن ساح السلم القادمة. والخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي اللي تابع رسالة على المركز الثالث. المركز الرابع وصول جهجلة وتقدم جهجلة وشعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني. من يقدم لنا جهجلة وحمد بن طالب بن علي بن عمارة الجربوعي المري يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس تجاوزت وانطلقت أعمار راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدحية يتقدم الدحية بشعاره وبانطلاقات شعاره الكبير يتجاوز المراكز الأولى ينطلق في هذه اللحظات يندفع إلى المركز الرابع. هناك قادما من المركز الخامس شعار بارود وشعار الأسماء الغنية عن التعريف شعار الدحية يتحرك ويهاجم المراكز الأمامية. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، إلى شعار العنابي، إلى الشعار العنابي المسيطر على المركز الأول القادم والمنطلق بهوى هوى 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 على صدارة هذه الأسماء. ولكن الأسماء بدأت تقترب أيها الشبل على المركز الثاني. وصلت هجن المرقاب، وصل الغوشري، خميس بسعيد بصالح الغوشري يقدم لنا هذا التحدي، يقدم لنا ذهب وانطلاقة ذهب وشعار هجن ساح السلم القادم برسالة، القادم برسالة وشعار الدحية يتحرك في هذه اللحظات. القادم من الشحانية يقدم لنا إعمار اسم تاريخي يدعي، اسم كبير يدعي، 1200 متر أخيرة. وهجن المرقاب على المركز الأول غيرت وانطلقت بهذا الانطلاق. ياهو تحدي، ياهي انطلاقة، ياهي إثارة ما بين الأسماء الثلاث التي انحصر ما بينها التنافس. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير، والدحية انقض على المقدمة، افترس المقدمة. الدحية بشعاره، الدحية بانطلاقاته، راشد بن سالم بن سنيد الدحية، الدحية بأعمار. وهنالك هجن المرقاب يا اخوان، طارن الثنايا، طارن، طارن من أجل الفوز، من أجل الانطلاق. أي سرعة وأي إبداع، أي إثارة وأي تنافس من أجل النوماس الغالي. أعمار، 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 500 متر أخيرة. الله 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 على هذه العروض. هجن المرقاب على المركز الثاني، ذهب وخميس بن سعيد الغوشري يقدم لنا ذهب على المركز الثاني. أعمار الدحية، أعمار الدحية، أعمار الدحية يا بن سنيد، روح يا بن سنيد. ولكن ذهب، ذهب هجن المرقاب. الغوشري، الغوشري ينتزع النقطة الثانية في صباح هذا اليوم، يبدع ويمتع خميس الغوشري، دائما محط الأنظار شعاره، دائما يبدع ويقدم إنجازاته. مشكور يا أبو سعيد، مشكور، مشكور يا خميس، يا الغوشري مشكور. من قدم لنا ذهب على المركز الأول
تانينا والنماس المركز الثاني إعمار هناك وشعار راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدحية المركز الثالث رسالة بشعار هجن ساح السلم على المركز الثالث والمركز الرابع لحظة الوصول والانطلاق في هذه اللحظات انطلاقة شعار راعي صوغة على المركز الرابع مظفر بن محمد بن رفوش العامري مع مخيفة والمركز الخامس كانت انطلاقتي الشاهنية بندر بن ملفوف بن فالح العامر. هذه هي النتيجة للمراكز الخمس الأولى، هذه الانطلاقات وإلا فلا يا الغوشري، هذا هو الإبداع وإلا فلا بانطلاقة ذهب هجن المرقاب تبدع وتتألق في صباحي هذا اليوم بقيادة خميس الغوشري الزرعي من قدم لنا هذا الإبداع والانطلاق الجميل مع ذهب 9:28.67 جزءا من الثانية تهانينا والنماس لهجن المرقاب على فوز ذهب بالمركز الأول تهانينا لخميس بن سعيد بن صالح الغوشري من أب